ويأبى السيسي يختفي يختفي، ويأبى إنه يتخلى عن التفاهة. عبد الفتاح السيسي هو الدورة الدموية للتفاهة، ما فيش جدال. يعني الراجل طالع النهاردة سيء الذكر بعد فترة غياب، وناس ماتت من قلة الدواء، وعيال انتحرت. بص يا معلم، مصر نيلة عايشة، يعني غني فقير الدنيا بتلطش في بعضها، وده بعد غياب بكل حنية ورقة طالع يقول للدفعة الجديدة اللي بتتخرج من جيش الشرطة: عايزكم تعاملوا المصريين بالأخلاق اللي اتعلمتوها في الأكاديمية، دول مهما كان إخواتكم برضو. سوري، يعني وقتك في حاجة فيك مش طبيعية. اسمع كده، بهني الأسر وبهني الخريجين وبقول لهم خلي بالكم من نفسكم وتعاملوا مع أشقائكم وأبنائكم أبناء مصر بما يليق باللي انتوا اتعلمتوه بالقيم ديت. لا شك أن التعامل يعني مع الرأي العام ومع الشعب ومع الناس بيبقى يعني له محاذيره يعني، ولكن صبركم واللي انتوا اتعلمتوه في التعامل مهم قوي قوي، ان هو يبقى في دائما قدام عينيكم عشان تبقى العلاقه القويه اللي انتوا بتجروا وتحاولوا ان انتم تعززوها مع شعب مصر لما اهلنا كلنا تستمر وتزيد. ايه اهلنا؟ وانت في ايه يا عم؟ وانت لسه العبط فيك؟ اهلنا ايه؟ اللي هم اهلنا برضو، شعب مصر دول اهلنا يعني. الكلام ده يقوله الرئيس الجزائري تبون وحلفاء تبون، يقوله مثلا رئيس الصومال، والله يعني يقول لك شعب مصر دول اهلنا برضو. ايه يعني؟ يعني ده ما اعرفش، انما معقوله ايه الحنيه دي كلها؟ لا، وايه الحنان ده؟ انت زي الوز، كمل انت بقى، كمل باقي المثل. زي الوز حنيه، كمل بقى، بتوصيهم على الشعب المصري؟ لا، انت للدرجه دي خايف على الناس؟ ده مش بيوصيهم بس يتعاملوا زي مع المواطنين، ده كمان بيقول لهم بلاش تشربوا وتدخنوا سجاير يا جماعه، خلي بالكم، خلي بالكم من وزنكم. بقول لك هو الدوره الدمويه للتفاهه. اسمع، مش عارف لو قلت النصيحه دي خلي بالكم من حاجتين، وزنك والسجاير. حلو قوي. ما يعني ايه بقى؟ الكريستاله لمعت في ايده قوي يعني، فقال لك ايه؟ خلي بالك من حاجتين. انا قلت له ابعد عن حاجتين، القمار والنسوان. يا معلم جو الاخ الكبير ده، ايه وزنك خلي بالك من حاجتين، خلي بالك، هم دول حاجتين يضيعوا اي حد، وزنك والسجاير. طب بقيه المعاصي بس بقيت، أنا آسف جدا، بقيت المعاصي أخبارها إيه بقى؟ يعني بقيت المعاصي تروح فين؟ الحاجات التانية، الافتراء على خلق الله، التزوير، تلفيق المحاضر، التعذيب، ضرب المعتقلين، عادي؟ ده بالنسبة لك عادي جدا؟ فهو الحقيقة قال لك خلي بالك من حاجتين، وسيب الثقة. هو راجل خبرة بقى، سيدنا سليمان بقى. خلي بالك من حاجتين، حاجتين مهمين جدا، وزنك والسجاير. اعمل أي حاجة تانية بقى بعد كده، العب قمار عادي، عادي جدا. قضيها ستات عادي جدا. إنما السجاير، إيه يا بنت اللذينة دي السجاير؟ إنما أنت عايز تعمل إيه؟ عايز تعذب كم مواطن؟ عذبهم، اقتلهم في الحبس، اربطهم في ممرات الامن الوطني، لفق ليهم قضايا، حط ايدك على اللي انت عايزه في البلد واقتل، اقتل اقتل. بس السجاير، الا السجاير، ام الكوارث السجاير دي، ساتر، ام كوارث. وبعدين الكريستال لمعت قوي في دي، فراح ايه قال لك لصناع الدراما بقى، قال لك يفيض بعلمه عليهم بقى من بحر المفهوميه بقى، ويطلع المخرج اللي مات جواه، ما عنده مخرج قديم هو وكاتب قديم. وقال لهم هو ليه ضباط الشرطه بيطلع يشرب سجاير على طول؟ يخرب بيت ام التفاهه. اسمع، حتى في الافلام كلها اللي بتيجي يجيب ضابط الشرطه السيجاره في بقه، خير يعني؟ هو ضابط الشرطه ما عرفش يفكر الا بالسيجاره ولا ايه؟
ها يا محمود خير خير، ايه الكلام دوت؟ لا لا ها يا محمود، هو محمود انتوا قاعدين على القهوه ولا ايه؟ وايه دخل ده؟ لا هو الترامادول والسجاير لا. عباس كامل بيضرب ترامادول، بياخد حبايتين، ده وحش، ده وحش. يعني الترامادول والكيمياء بس السجاير لا. فانت تطلع الضابط الشرطه حاطط قدامه باكيتة الحاجات وقدامه شريط الترامادول بيفضي بقه، بس السجاير دي لا. السيسي اللي بيوصي ضباط الشرطه انهم يعاملوا اخوانهم المصريين باخلاق وما يدخنوش سجاير هو نفسه اللي قال قبل كده اللي هيموت واحد من المصريين مش هيحصل انه يتحاكم، حد يحاكم الضابط احمد، الضابط احمد مش هيتحاكم الضابط احمد، هو نفسه اهو اسمع. لكن مش هيصل بيه انه يستعد انه يضربك بغاز وقنابل وخرطوش، حد يموت او حد يحصل له حاجه في عينيه يتحاكم الضابط احمد، لا مش هيحصل خلاص. بس هحاكم الضابط احمد ده لو شرب سجاير. انت عارف نكته الراجل دخل على مراته لقاها على السرير جنب واحد، فقال لها الله الله بكره وبعده تشربي سجاير. يعني انت معلم الموضوع كبير قوي، ده في ناس بتقتل ناس. لا ما حدش حاكم الضابط احمد، قتل واحد عمل حاجه ما حدش عارف، لكن تدخن عدو، انا موتي وسمي اللي يدخن او اللي وزنه يزيد، تضرب ترامادول، تضرب راجل، تضرب ست، تقتل عيل مش تتحاكم، تسرق اثار، تهرب ذهب لزامبيا، تعمل اللي انت عايز تعمله، تحط ايدك على صيدليه دكتور وتبقى عايزها فتطفش امه لحد ما تاخد انت الصيدليه تاخد تطورها ليك انت وزباينك، انما تدخن او وزنك. السيسي اللي قال الكلام ده هو نفسه بيوصي الشرطه على المواطنين، والنهارده بيقول لهم عاملوهم باللي تعلمتوه من الاكاديميه. طب ما انت اللي قلت حد يحاكم الضابط احمد، الضابط احمد مش هيتحاكم. اسمع. بهني الاسر وبهني الخريجين وبقول لهم خلي بالكم من نفسكم وتعاملوا مع اشقائكم وابنائكم ابناء مصر بما يليق باللي انتوا تعلمتوه بالقيم ديت. لا شك ان التعامل يعني مع الراي العام ومع الشعب ومع الناس بيبقى يعني له محاذيره يعني، ولكن صبركم واللي انتوا تعلمتوه في التعامل مهم قوي قوي ان هو يبقى في دائما قدام عينيكم عشان تبقى العلاقه القويه اللي انتوا بتجروا وتحاولوا ان انتم تعززوها مع شعب مصر لما اهلنا كلنا تستمر وتزيد. لكن مش هيصل بيه انه يستعد انه يضربك بغاز وقنابل وخرطوش، حد يموت او حد يحصل له حاجه في عينيه يتحاكم الضابط احمد، لا مش هيحصل خلاص. هو ببساطه مش كذاب، لان اللي تعلموه الضباط في الاكاديميه هو ازاي تعذب، ازاي تضرب، ازاي تتلقى تواجه الاعداء للشعب المصري. وكان المعادله تقتل تدخن لا 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 لا. انما وصيه السيسي للشرطه بالتعامل مع المصريين بالحب بينفذها معاهم مباحث اسم شرطه بلبيس، اللي حول اسم شرطه بلبيس لسلخان التعذيب للمحبوسين احتياطيا بشهاده شهود عيان زي الخبر ده كده. سلخانة التعذيب بقسم شرطة بلبيس تحت إشراف مين يا أستاذ؟ اطلع بالخبر فوق يا أستاذ. النقيب أحمد جنديل معاه مباحث اسم ومعاونين. حصلت الشبكة المصرية على شهادات من شهود عيان تفيد بقيام النقيب، ده نقيب لسه يعني، نقيب يعني ثلاث دبورات. معاون مباحث اسم شرطة بلبيس بمعاونة المخبرين عبد الناصر وأبو حديدة والسيد فراج، حيث قاموا بعمليات تعذيب ممنهجة للمحبوسين احتياطيا داخل غرفة الحجز بالاسم. ووفقا للمعلومات المتوفرة تتم هذه الانتهاكات بعد تقييد أيدي النزلاء بالكلبشات من الخلف والتعدي عليهم بالعصي والشوم وضربهم في أماكن متفرقة من أجسامهم، مما يؤدي إلى إصابات جسيمة وأزمات صحية خطيرة وتركهم دون تقديم العلاج اللازم لهم. ما كدبش الراجل، انما تدخل لا. ما عندك مصريين عذبهم،
بس تدخن بقى وزنك يزيد؟ لا، ده غير آلاف المحبوسين في السلخانات دي من غير أي تهم أو بتهم خزعبلية اسمها نشر أخبار كاذبة. حتى لو انتهت مدة حبسهم هيكمل في السجن، وده اللي حاصل مع علاء عبد الفتاح زي ما قال المحامي خالد علي. علاء كان مفروض يخرج النهاردة، بيقول أهو، علاء كان مفروض يخرج النهاردة بعد أن قضى 5 سنوات بالحبس، وهي المدة المحكوم بها عليه. لما وجدنا أوراق التنفيذ تحسب المدة من تاريخ التصديق على الحكم الصادر عليه في 3 يناير 22 وليس من تاريخ القبض عليه في 29 سبتمبر 19، تقدمنا بطلب للنائب العام لضم مدة حبسه الاحتياطي السابقة على التصديق على الحكم، يعني من 29 سبتمبر حتى 22 يناير 22. النائب العام عمل ايه بقى؟ اللي هو محامي الشعب، رفض الطلب، ومعنى ذلك ان علاء سيظل بالحبس حتى 3 يناير 27، لانه علاء فتاة ما ينفعش يخرج. انما اللي ينفع يخرج نخنوخ، اللي ينفع يخرج طلعت مصطفى، هشام طلعت مصطفى ويمسكوا مناصب واللي دوروا، اللي ينفع قسما بالله العظيم هشام طلعت مصطفى ونخنوخ، تحديدا النخنوخ يعني، مشغلين وراهم عيال كلها عليها احكام، كل العيال اللي ورا نخنوخ دول عليها احكام، بس خلاص بقى هم حرين بالي بتاعتهم. انما علاء لا، عشان علاء الفتاح السيسي عارف من زمان، من ايام 14 2014، وبيقول السيسي مستعد يحارب الشعب ومش هيمشي غير بكارثة أو احتلال أجنبي. اسمع علاء بيقول لي، أنا متصور إن هو مشروع السيسي الحاجة اللي هو عاوزها هو القضاء على المقاومة، القضاء على إنه الجمهور يبقى له حس ويبقى له دور بدل ما يعمل نظام بيستوعبهم، وده هيبقى مبني على عكس التنمية، يعني تنمية مضادة. يعني ايه؟ في مصانع والناس بتعمل اضرابات في عامله وجع دماغ الحكومه، نقفل المصانع خالص ونزود البطاله، مفيش اي مشكله. دليل على ده قفلنا القطر شهور علشان لحسن الناس بتيجي من المحافظات تعمل مظاهره، لسه لحد النهارده محطه المترو لسه قافله لغايه دلوقتي. بس يعني القطر ده معناه انه شل الاقتصاد تماما، بيلغي الدراسه تقريبا علشان يعمل الانتخابات بتاعته من غير صداع. فده حد فعلا مستعد ان هو البلد ما يبقاش فيها انتاج، ما يبقاش فيها صناعه، ما يبقاش فيها تعليم، ما يبقاش فيها اي حاجه، لانه الحاجات دي هي اللي بتسبب مشاكل. ما انا لما بعمل لكم مدارس انتوا بتقوموا تتظاهروا، العكس برضه هيعمل غير. يعني انا لما اعمل بطاله، لما اعمل اوقف قدرات صعيد، لما اعمل كل الاجراءات، لو اعمل احتقان وتزود لو اتمكن، ولا الناس ممكن تنكفئ اكتر على نفسها بقى؟ لا، مش الناس تنكفئ اكتر على نفسها بقى، يعني هو هيدخلنا في 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 دوائر بيصدر العنف للمجتمع زي ما شفنا بيجرى في اسوان. مستعد ان هو يدخل في حروب مع اجزاء من الشعب المصري زي ما بيجرى في سيناء اللي هي دلوقتي عايشه تحت احتلال من قبل جيش بيمارس ممارسات زي جيش الصهاينه بالظبط، مفيش اي فرق. والاسطوره بتاعت حرب على الارهاب دي وهم تماما، يعني وقريبا الناس كلها هتعترف بده، يعني سنه سنتين ثلاثه وكلنا هنواجه هذه الحقيقه. فده مستعد انه يعني يعمل اي حاجه. واللي عدوا على التاريخ كده زي القذافي وزي عيدي امين، انا بسميه سيسي امين الحقيقه عشان واضح انه مثل اعلى عيدي امين، لما بيتمكنوا بيخربوا بلادهم تماما، وبيخربوا البلد بقى مش الدوله، بيخربوا البلد والمجتمع ومقاومات الحياه والبشر والشعب وكده، وما بيخرجوش بقى، ما بينفعش معهم ثورة. دول ما بيخرجوش إلا بكارثة خارجية بقى، احتلال أجنبي، كوارث طبيعية. بص، أكتر ناس شرحت السيسي من وجهة نظري اللي أعرفهم، قد يكون في ناس كتير، بس هم 3: علاء فتاح، اللي حط خارطة للسيسي من 14 هي موجودة حد دلوقتي، إن الراجل ده مش هيمشي غير لما يجيب كارثة للبلد بس، وده زي عيدي أمين، السيسي أمين. مشكلة علاء فتاح هي نفس مشكلة اللي قابله بقى حازم صلاح أبو إسماعيل، اللي قال ده ممثل عاطفي. فحازم صلاح أبو إسماعيل وعلاء عبد الفتاح هما مش بس انتقدوا السيسي، هما شرحوه، قلعوا ملط، فلازم ما يخرجوش. مين بقى معاهم كمان؟ عبد المنعم مفتوح. لان اللي قاله الاستاذ عبد المنعم مفتوح، الدكتور عبد المنعم مفتوح طبعا هو استاذنا كلنا، يعني اللي قاله الدكتور عبد المنعم مفتوح في اخر لقاء لي على التلفزيون في لندن هو اللي حصل دلوقتي. يعني علاء فتاح بيقول لك ايه؟ ما فيش حاجه اسمها حرب ارهاب، على ما فيش حاجه اسمها ارهاب في سيناء، ده فنكوش كده السيسي عامله.
علاء فتح لك ايه؟ السيسي مش هيمشي غير لما يخرب البلد دي يجيبها ارض. علاء فتح لك ايه؟ قال لك نعمل مصانع ليه واضرابات ووجع حكومه، نقفل المصانع. الكلام ده في 2014. يعني عدد المصانع اللي قفلها السيسي بعد ما قال علاء فتح الكلام ده الاف. وهو قدامنا اهو بيبيع، مش بس قفل ده بيبيع. فعلاء او يعني خلينا بالترتيب كده، اول واحد كشفه الدكتور حازم صلاح ابو اسماعيل او الاستاذ حازم صلاح ابو اسماعيل، الدكتور عبد المنعم فتوح، علاء فتح. الثلاثه دول مش المفروض يطلعوا، لان الثلاثه دول ما ذكروه بالحرف عن السيسي هو اللي بيحصل دلوقتي. فخمس سنين او مش خمس سنين انسى القصه دي، لا هيقعد كتير. اذا ظل السيسي في الحكم هيفضل علاء في السجن، مفيش كلام تاني. هيطلع من القضية دي يخلصها يلبسوا قضية جديدة. أنا بقول لك لا أتمنى ده يعني خالص، لكن أنا بقول لك طول ما السيسي في الحكم لا عبد المنعم فتوح ولا علاء ولا حازم صلاح ابو اسماعيل يطلعوا. لأن كمان اللي قاله علاء فتح خطير جدا، قال لك الجيش المصري بيمارس انتهاكات تتعدى الجيش الإسرائيلي. ارجع تاني معلش، ارجع تاني اللي قاله علاء فتح، ارجع اللي قاله. أنا متصور إن هو مشروع السيسي الحاجة اللي هو عاوزها هو القضاء على المقاومة، القضاء على إن الجمهور يبقى له حس ويبقى له دور بدل ما يعمل نظام بيستوعبه. وده هيبقى مبني على عكس التنمية، يعني تنمية مضادة. يعني إيه؟ في مصانع والناس بتعمل إضرابات فعاملة وجع دماغ للحكومة، نقفل المصانع خالص ونزود البطالة مفيش أي مشكلة. دليل على ده قفلنا القطر شهور علشان لحسن الناس بتيجي من المحافظات تعمل مظاهرة، لسه لحد النهاردة وحط المترو لسه مقفول لغاية دلوقتي. بس يعني القطر ده معناه إنه شل الاقتصاد تماما، بيلغي الدراسة تقريبا علشان يعمل الانتخابات بتاعته من غير صداع. فده حد فعلا مستعد إن هو البلد ميبقاش فيها إنتاج، ميبقاش فيها صناعة، ميبقاش فيها تعليم، ميبقاش فيها أي حاجة، لأنه الحاجات دي هي اللي بتسبب مشاكل. ما أنا لما بعمل لكم مدارس أنتم بتقوموا تتظاهروا، العكس برضه هيعمل مشاكل. يعني أنا لما أعمل بطالة، لما أعمل أوقف قدرات صعيد، لما أعمل كل الإجراءات، لو أعمل احتقان وتزود لو تمكن، ولا الناس ممكن تنكافئ أكتر على نفسها بقى؟ لا مش الناس تنكافئ أكتر على نفسها بقى، يعني هو هيدخلنا في دوائر بيصدر العنف للمجتمع زي ما شفنا بيجرى في أسوان. مستعد إن هو يدخل في حروب مع أجزاء من الشعب المصري زي ما بيجرى في سيناء اللي هي دلوقتي عايشة تحت احتلال من قبل الجيش، بيمارس ممارسات زي جيش الصهاينة بالظبط، مفيش أي فرق. والأسطورة بتاعت حرب على الإرهاب دي وهم تماما، يعني وقريبا الناس كلها هتعترف بده، يعني سنة سنتين ثلاثة وكلنا هنواجه هذه الحقيقة. فده مستعد انه يعني يعمل اي حاجة. واللي عدوا على التاريخ كده زي القذافي وزي عيدي امين، انا بسميه سيسي امين الحقيقة عشان واضح انه مثلا اعلى عيدي امين، لما بيتمكنوا بيخربوا البلادهم تماما، وبيخربوا البلد بقى مش الدولة، بيخربوا البلد والمجتمع ومقاومات الحياة والبشر والشعب وكده، وما بيخرجوش بقى، ما بينفعش معهم ثورة. دول ما بيخرجوش إلا بكارثة خارجية بقى، احتلال أجنبي، كوارث طبيعية. ده اللي قاله علاء، أنه السيسي مستعد يقفل كل المصانع ويزود البطالة عشان ما يبقاش في صداع وعمال ومطالبات عمال، يموت البلد ما يبقاش فيه لا تعليم ولا أي حاجة لأنه الحاجات دي بتسبب مشاكل، والمدارس هتسبب له صداع، يعمل التعليم في وطن ضائع. ممارسات الجيش وحرب على الإرهاب زي ممارسات جيش الصهاينة بالظبط. مستعد السيسي يدخل في حرب مع الشعب عشان الكرسي. في الآخر هو مش هيسيب الحكم إلا بكارثة، سواء كانت كارثة طبيعية أو كارثة احتلال أجنبي أو كارثة تحصل. يعني الغريب أنه علاء قال ده، وبعد كده السيسي في أحد المؤتمرات في 2020 تقريبا قال لك محدش، طول ما أنا قاعد محدش يقرب من الكرسي ده. فدول الناس اللي كشفوا السيسي بدري، سواء كان علاء عبد الفتاح، تختلف او تتفق مع علاء ده موضوع تاني، لكن حتى لو اختلفت مع علاء لازم تقف معاه في سجنه. ولازم نتعلم الحكايه دي يا جماعه، احنا عندنا مشكله فظيعه جدا في الفكر، وظهرت في اغتيال حسن نصر الله. انا اكتشفت ان في عندنا مشكله في الوعي فعلا. يعني لما تيجي تتكلم عن عبد الناصر مستحيل 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 تتجاهل طاغيه ديكتاتور وضيع البلد، لكن له جانب اجتماعي كان رائع، كان رائع، مستحيل تنكر ده. وده لما تيجي تتكلم عن السادات وازاي انه رمانا في حضن امريكا واستغنى عن كل، لكن لا يمكن تغفل على عظمه قرار حرب اكتوبر. لما تيجي تتكلم عن الرئيس مبارك
ده احنا قمنا عليه بثوره وانا واحد من الناس من اللي زلت ضده ومش عايزه اصلا و30 سنه ودمر البلد والبلد باظت في اخر 15 سنه. لكن مستحيل مستحيل ما تقولش عليه انه رجل دوله. رجل كان بيحترم تقارير المخابرات، كان بيحترم تقارير اجهزه الدوله، كان رجل دوله. فما ينفعش اجي اقول كده يقول لك انت بتحب مبارك، لا لا انت بتطبل للسادات، لا 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 انت بتطبل لعبد الناصر. دي غباوه، دي غباوه. علاء فتاح مهما اختلفت معاه لكن لا يمكن توافق على سجنه وانت تعلم انه مسجون ظلم، مسجون عشان الكلمتين دول. فانا متضامن مع علاء فتاح. لما يطلع علاء بقى من السجن ونقعد معاه نقول له بقى وانت ايه اللي طلعك عشان تتريق على بتوع النهضه والحاجات دي، نقول له. لكن نخرج علاء دلوقتي لانه مظلوم. فاللي قاله علاء ده هو اللي اتسجن بسببه. لازم ياخدوا بالهم من صحتهم يا سيسي وما يدخنوش. عشان ايه؟ يبقى عنده صحة عشان يعرف يواجه بيها المواطنين. لازم ما يدخنش سجاير، ايوة، لكن يضرب خرطوش عادي جدا ويضرب قنابل مسيلة للدموع عادي جدا عشان يهجر اهالي الاهالي من بيوتهم بالقوة زي ما عملت الشرطة في جزيرة الوراق في الفيديو ده. شايفين بيدخن اهو؟ شايفين؟ شايفين؟ من قدرة سامعين بينشلوا علينا الشرطة اهو، بينشلوا اهو، انا قاعد في الارض اهو، بينشلوا اهو. ما يشربش سجاير؟ ايوه، بس يهدد الناس عادي بالتصفية والقتل ويهددوا بالاعتداء على الستات عشان رافضين يسيبوا بيوتهم ويمشوا ويسيبوا لهم الجزيرة عشان السيسي يبيعها للإمارات. شوف المواطن ده بيقول ايه؟ المواطنين دول اللي هو اللي كان بيقول لك اللي قبل امام شكري ضربه طلقه، لو فيكم هو راجل يقوم يديني طلقه، لو عندكم كفاءه انا جاي لكم بطولي. فين هو راجل بقى حد كفاءه؟ ها فين هو راجل؟ انا مش شايف فيكم رجال خالص نهائي. اهو جاي لكم اهو. اذا كان فيكم هو راجل يقوم يديني طلقه قوم يعني بيه ولا قوم يعلق بيه قوم يديني طلقه كده قوم يا باشا. بعد اذنك ما تتكلمش معايا نهائي. انا سايبكم كده في لحظه هشغل دماغي اخليكم تلفوا زي النسوان عشان انتوا النسوان. يا رجاله بيقول له شد شد اجزاء شد سيف. احنا يا عم واقفين اهو. صفيني يا عم صفيني يا عم صفيني يا رجاله صفوني يا رجاله صفوني يا رجاله. مش انت بتقول النسوان النسوان تعمل وتعمل؟ العساكر بتقول لك النسوان نعمل فيها. طب اعملوا يا عم صفوني يا عم صفوني يابا يابا. ما فيش نوم يابا ما فيش نوم. اللي اتعمل فينا امبارح ما فيش نوم يا عم. صفونا يا جدعان صفونا وريحونا ماشي. وانت يالا اضرب يابا اضرب يابا. مش انت بتقول هتعمله في النسوان؟ اضرب يالا اضرب يابا يا تخليك راجل واضرب يابا اضرب. انا فستك اهو اضرب اضرب اضرب. لا هات سلاح واضرب. يلا يا ابني انت من امبارح كنت بتقول هنعمل في النسوان. اضرب يا حبيبي اضرب اضرب. الامن المركزي وكلهم واحد. الامن المركزي بتوع الامن المركزي اللي هم دول صح؟ انت ظابط اضرب يا باشا اضرب اضرب. وانتوا ظباط اضربوا اضرب يلا اضرب. يا اهالي الوراق اللي قالوها للسيسي وقوات الامن اللي بعتها ترهبهم بالقوه انهم مش هيتخلوا عن بيوتهم حتى لو اتسجنوا بسبب كده زي ما بيقول الراجل ده في الفيديو. قوات المسلحه الحمد لله بفضل الله قدوه حسن وكل حاجه. فانا عارف الرتب كنت بشوف لما اشوف المقدم او العقيد او انت حاجه بقى خلاص كده. انما لواء يقف عشان 30 كلموه بتاع لا 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 مفيش. يوم عاملين ايه؟ كان عربيه صغيره نزلوا البلاط على الارض. بص يا باشا اللي عمال يكتب يقول هتتحبس هتتحبس دي انا بص انا عارف لو تمن الدفاع عن بيتي واهلي وارضي مخالف للقانون والدستور اني اتحبس انا موافق. انا موافق. اللي عمال يقول ده اتحبس هتحبس ده لو تمن الدفاع عن الارض والعرض والبيت تاني انا عادي مفيش مشكله. انا موافق ان انا اتحبس. ولما اتحبس هكون بشرف وبكرامه وبامانه لان انا ما عملتش حاجه غلط.
جزيرة الوراق اللي السيسي طمعان فيها من زمان وقال إن مساحتها أكبر من مساحة الزمالك، وبالنسبة له دي تفاحة متقشرة لبيع الإمارات وياخد من وراها مليارات، ويا ريت المليارات دي بنشوفها في البلد في حاجة، مفيش حاجة تانية يعني تحصل. ودي حجته في التهجير بالقوة إنها إيه؟ عشوائيات. وده اللي قاله السيسي في الفيديو ده كده. ايه رايك يا ريس في اللي حصل في جزيره الوراق؟ يرضيك ان الاهالي تطرد من بيوتها اللي عايشين فيها من سنين؟ برضه السؤال ده هياخد وقت كبير في اجابته. صحيح، بالمناسبه الوراق كجزيره اكبر من الزمالك في ارضها. الوراق جزيره الوراق دي اكبر من الزمالك كلها من حيث المساحه. شوفوا لما تخططت الارض دي واتعملت بقت الزمالك. محدش يقدر ابدا يتعدى على ملكيتك ولا يستطيع طبقا للدستور والقانون ان انا اقدر اقرب من ملكيتك الا في اطار القانون والدستور، ولازم اعوضك التعويض المناسب طبقا لقيمه الارض دي دلوقتي. لكن انت يا ترى محافظ عليها ارض زراعيه ولا انت بتبني عليها؟ اذا كنت بتبني عليها، طب انت بتبني عليها على اي اساس؟ نصاب. انت تعرف في يوم الخميس والجمعه اللي فاتت كان في ضرب في الجزيره، كانت في ضرب في لبنان وضرب في الجزيره في جزيره الوراق. فانا ما كنتش الحقيقه، مش هزار، ما كنتش عارف الاحق اتابع مين. اسرائيل بتدك في الضاحيه الجنوبيه في لبنان، والسيسي الاخبار مولعه الدنيا من داخل القاهره من الوراق. لا، ما كنتش فاهم ايه اللي بيحصل. صفحه ما تصدقش طلعت اتكلمت على القصه دي، بتقول بعد ليله داميه من الاشتباكات مع قوات الشرطه يوم الخميس 26 سبتمبر، واصل قيادات امن الجيزه وجهاز الامن الوطني محاولتهم لتهدئه الاهالي على مدار الخميس والجمعه الماضيين، وهي المحاولات التي اشترك فيها حزبي مستقبل وطن والشعب الجمهوري. في التقرير التالي، تواصل فريق ما تصدقش مع خمسة من قيادات الشعبية والأهالي بالوراق لتكشف آخر التطورات بالجزيرة، وقف حملات الضغط بعد الاشتباكات. اتفق ممثلو الأهالي الجزيرة خلال اجتماع عقد بعد عصر يوم الجمعة 27 سبتمبر 24، حضره قيادات أمنية من مديرية أمن الجيزة وجهاز الأمن الوطني، على وقف الحملات التي يقوم بها الضباط وأفراد الشرطة في الوراق على مدار الخمس أشهر الماضية للضغط عليهم لبيع منازلهم، بحسب ما قاله أربع مصادر من أهالي الوراق لصفحة لما صدقش. يلفت سعد، وهو أحد المصادر الذين حضروا اشتباكات الخميس الماضي، إلى أن أحد الأشياء التي جعلت الأهالي يصرون على ذلك المطلب مجددا هو عدم شعورهم بالأمان مع أفراد الشرطة، خاصة بعد عثور الأهالي على حقائب تخص بعض ضباط وأفراد الشرطة في اشتباكات الخميس، تضم إيه؟ سويس نايف؟ أداة جيب تضم سكاكين متعددة الأغراض. ويضيف أحمد، أحد المصادر الأخرى من أهل الوراق، تم الاتفاق على أن من يريد من الأهالي بيع منزله يتوجه إلى جهاز تنمية وراق الجديدة دون الحاجة لاستقبال أحد من الشرطة يقنعه بذلك، محدش يروح البيت يكلمه، فضلا عن مطالبة الأهالي بالاحترام. أكد ثلاثة من المصادر على التزام أفراد الشرطة تماما من الخميس مساء وحتى صباح اليوم الأحد بعدم القيام بجولات على المنازل، فيما أشار مصدر إلى قيام مجموعة قليلة من أفراد الشرطة بجولات مساء أمس السبت، وهو ما نتج عنه مشادات تطورت إلى اشتباكات بين أحد السكان وعسكري الشرطة بسبب عدم رغبة الأهالي في أنه يعمل الجولات دي. ورغم الاتفاق، يقول عضو سابق بمجلس عائلات الوراق أنه من الوارد عودتها مجددا بعد هدوء الأوضاع، مشير أن وقفها يمكن أن يكون لامتصاص غضب الأهالي. وكشفت ما تصدقش في تقارير سابقة له تفاصيل محاولات إخلاء الوراق منذ إلى آخره بقى لحد الخميس. السيسي يا حضرات ما يعرفش غير منطق القوة والترهيب، بس على شعبه، إنما على الحسين لا، على إسرائيل لا، على أي على بص على أي حد في السودان، حميتي في ليبيا،
هيفطر؟ لا، هو كلب على كل المنطقة، بس عند المصريين أسد، أسد جسور هصور. وبعدين بتقول المصريين، هو قال النصيحة للمصريين ايه لضباط الشرطة ايه؟ هات النصيحة كده معلش شبيب والله يخليك. هو قال لهم ايه؟ ايه الحاجتين اللي هو قلقان منهم؟ قال لك اعملوا كل حاجة الا حاجتين. ايه بقى الحاجتين معلش؟ هات لي اول نصيحة كده خالص الله يسترك. يلا ايوه اتفضل. مش عارف لو قلت النصيحة دي خلي بالكم من حاجتين، وزنك وزنك والسجاير. تعال لي بقى اخبار وزنك يا سيسي، اخبار وزنك ايه دلوقتي؟ زدت كام كيلو؟ اخبار اللحم والشحم اللي كان ظاهر، على فكره انت اتحسدت، انت اتضربت عين، لان انت كنت ظاهر مع عمك الشيخ محمد ابو الشيطان، كنت ظاهر معاه في العالمين الجديده، كان كرشك التيشيرت كان متفزق من اللحم اهو، ورينا كده. وزنك ايه يا الفتاح؟ اهم حاجه وزنك وما تدخن سجاير. اخبار وزنك حتى وزنك؟ لا ده له بقى صوره وهو قاعد، بص هاته وهو قاعد بقى، وهو قاعد لما قال لهم تعالوا سلموا على عمك الشيخ محمد، ده راجل كريم وبيوزع ساعات وسبح، كان التيشيرت يا عيني كان ماسكين حاله، يعني التيشيرت كان بيعاني. اخبار وزنك انت ايه؟ ولا هو اي هكس واي كذب؟ وزنك وما تدخنش، ده السيسي يا حضرات. على كل حال وانا قاعد معاك دلوقتي عمالين ينشروا كلام على لسانه ما اعرفش قالوا امتى، بس عمالين مطلعه صفحته بقى كلام السيسي مش عارف ايه، السيسي والاعلام والدراما يمكن ان يبعثها برسائل السيسي وحدة المصريين هي الضمان، عمالين بقى ايه اشتغلوا على البقين اللي قالهم اهو. بص 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 الوزن، بص الوزن، شايفين الوزن؟ وقف ثابت فيكس يا عم، وقف فيكس يا عم، شايف؟ لا هات شوف، لا هو دار الكرش بالايديه، خليه يمسك المايك بيقوله الثانيه، خليه يمسك المايك بيقوله الثانيه، هتلاقي الكرش، بص الكرش وسوى وصدر وظهره وحاجات ومحتاجات.